حياكم الله من جديد مشاهدينا. أفادت مواقع إعلامية محلية في دير الزور أن نظام الأسد أبلغ العناصر المتطوعة بصفوف الميليشيات الإيرانية أبلغها بضرورة ترك الخدمة مع تلك الميليشيات، وشدد على ضرورة التحاق هؤلاء العناصر بصفوف ميليشياته لتأدية الخدمة الإلزامية. نتابع التقرير. منذ اندلاع أحداث الثورة السورية قبل 7 سنوات وتدخل الإيرانيين بشكل مباشر عبر ميليشيا الحرس الثوري، اعتمدت إيران سبلا عديدة لإقناع الشباب السوري للالتحاق في صفوف الحرس الثوري، كتقديم رواتب عالية للمنتسبين وضمانات بعدم سوقهم للخدمة الإلزامية في صفوف ميليشيا النظام، بالإضافة للمزيد من الإغراءات على الصعود الأخرى. إلا أن هذه الضمانات الإيرانية هي أبعد ما تكون عن الواقع، فميليشيا النظام أخطرت العناصر الملتحقين في صفوف ميليشيا الحرس الثوري الإيراني في دير الزور بضرورة ترك الخدمة في صفوف تلك الميليشيات، منوهة أن المدة التي قضوها في صفوف الميليشيات الإيرانية غير محسوبة من خدمتهم الإلزامية. متابعونا يرون أن الخطوة الأخيرة تعتبر خطوة أولى في سبيل فك ارتباط نظام الأسد مع إيران، ظنا منه أن إبعاد إيران عن المشهد السوري سيخلق نوعا من التغيير في وجهة النظر الدولية حول سوريا ومستقبل النظام فيها ككل. إلا أن أسئلة تطرح نفسها عن مصلحة النظام بخروج الإيرانيين مع بقاء الروس كمستفردين وحيدين بمصيره ومصير البلاد، وعن مدى تأثير خروج العناصر السورية من التشكيلات الإيرانية وحجم تأثيرها على القوة الإيرانية على الأرض، فيما يرى البعض أن هذا التصرف يعتبر رسالة روسية بالبدء بتقليص النفوذ الإيراني في سوريا. نناقش هذا الموضوع مع الدكتور نبيل العتومة، الخبير بالشأن الإيراني، ضيفي من عمان. أهلا بك دكتور نبيل، وأيضا أرحب من جديد بالسيد نورس العرفي الكاتب الصحفي من اسطنبول، وسينضم إلينا بعد قليل العقيد علي نصيف المحلل العسكري، طبعا ضيفي من الريحانية. أبدأ معك دكتور نبيل، ما الذي تعنيه هذه الرسالة من قبل نظام الأسد للإيرانيين بشكل خاص؟ مساء الخير أخي وسام، تحية لك ولضيوفك الأعزاء. هي رسالة ليس من جانب النظام السوري وحده، هي رسالة من جانب روسيا. روسيا ربما تريد تحقيق مجموعة من الأهداف، خاصة في ظل متغيرات دولية ضاغطة على الجانب الروسي. الروس يريدون ما يعرف بالتحول نحو الحل السياسي، يريدون الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار، يريدون جني ثمار ما قامت به روسيا وتقاسم الكعكة. هذا لن يتأتى إلا من خلال الرضوخ للمطالب الغربية، خاصة أن هنالك رغبة روسية بما يسمى بعودة اللاجئين واللعب بهذا الملف حتى تسهل مهمة الانتقال إلى ما يسمى بالحل السياسي والعبور إلى هذا الحل. روسيا توجهت إلى ألمانيا، طالبت المستشارة الألمانية بعودة اللاجئين السوريين إلى أراضيها. طبعا دول الاتحاد الأوروبي بما فيها ألمانيا رفضت ذلك، لأنه لا يوجد هنالك، دعني أسميه، متغيرات على الأرض تمهد لعودة اللاجئين، خاصة ما يتعلق منها بوجود الإيراني المتعاظم على الأراضي السورية ضمن استراتيجية سعت إليها طهران، ما يعرف باستراتيجية ملء الفراغ من خلال بناء الميليشيات الموازية لجيش النظام السوري، وبموازاة ذلك أن تسعى إلى إدماج هذه الميليشيات مستقبلا بجيش النظام السوري بعد أن تكبد خسائر فادحة بالأرواح، وبالتالي هذا سوف يسهل عمليا لإيران السيطرة على مقاليد الأمور فيما يتعلق بسوريا. لكن أنا بعتقد وسام أنه هذه تمثل ربما خطوة تريد روسيا من خلالها تقليص النفوذ الإيراني على الأرض، وهذا ما طالب به الرئيس بوتين
عندما أعلن بضرورة رحيل مختلف الميليشيات بما في الإيرانية عن الأراضي السورية. الإيرانيين تنبهوا إلى هذه النقطة. طيب سأتي إليك من جديد للوقوف على الخيارات الإيرانية أو الخيارات أمام الإيرانيين في هذا الصدد. دعني أنتقل لضيفي من اسطنبول السيد نورس وأسأله حول هذه الفكرة تحديدا ومدى تقبل العناصر الذين التحقوا بهذه الميليشيات الإيرانية خاصة مع فرق الرواتب التي كانت تصرفها وما زالت تصرفها الميليشيات الإيرانية على العناصر الذين ينضمون إليها. وجميعنا يعلم بأن الفترة الأولى عندما بدأت بتجنيد هؤلاء العناصر بدأت تدفع أموال بكثرة عليهم وتعرض عليهم مغريات كثيرة. هذا من جهة. من جهة أخرى النظام بهذا الطلب لن يحسب أي يوم قضاها أي عنصر لدى هذه الميليشيات من الخدمة الإلزامية، بالتالي هناك صعوبة كبيرة بأن تترك هذه العناصر تلك الميليشيات، أليس كذلك؟ نعم، أهلا بك وسام وبالمشاهدين من جديد وبضيوفك الكرام. حقيقة ما كان يدفع العناصر للانضمام إلى الميليشيات الإيرانية المزايا الأكبر، الرواتب الأكبر، وسكوت النظام على ذلك. كانوا عندما يتطوعون بتلك الميليشيات لا يلاحقهم النظام، لا يطلب منهم الانضمام إلى الخدمة الإلزامية، لكن مع هذا القرار سيكون له أثر وأثر كبير على تلك العناصر، ستتوجه إلى قوات النظام لأن الميليشيات الإيرانية لم تعد مفرا لها أو لم تعد ملجأ لها من الخدمة الإلزامية. الوضع في معظم المناطق التي يسيطر عليها النظام وضع اقتصادي مزر، لذلك تلك العناصر تتوجه إلى التطوع إن كان في قوات النظام أو في الميليشيات الإيرانية ولمن يدفع أكثر أو حتى في قوات قسد. نعم. من أجل لقمة العيش، من أجل سد رمقهم. لذلك ذلك القرار سيؤثر حتما، وسيكون هناك الكثير من العناصر الذين سينسحبون من الميليشيات الإيرانية لأنه لم يعد مأوى لهم من الملاحقة، من المداهمات، من المساءلة. طبعا نحن جميعنا نعلم تصرفات النظام المخابراتية وخاصة الشرطة العسكرية أو المخابرات العسكرية التي تتعامل مع هؤلاء على أنهم خونة وعلى أنهم فارين من الجيش، وخاصة في ظل المتغيرات الآن في ظل الوضع السياسي الحالي، خاصة بعد نشوة النظام بما أسماه انتصارات والسيطرة على عدة مناطق من الثوار على حساب الثوار بما أسماه المصالحات. تلك العناصر سينسحب منها الكثير من الميليشيات الإيرانية، الكثير ممن كانوا يريدون التطوع سيحجمون عن ذلك. نعم. طبعا القوات الإيرانية كانت تستغل ذلك بكثرة من أجل بث التشيع بين العناصر وأخضاعهم لدورات تخص المذهب الشيعي خاصة في دير الزور وتحديدا في منطقة البوكمال. أعود إليك. نعم. دكتور نبيل من جديد، وسؤال عن تنبه الإيرانيين لما سيجري خلال الفترة القادمة خاصة في ظل هذا الضغط الكبير الدولي بإخراج الإيرانيين من سوريا. ما هي خيارات الميليشيات الإيرانية وإيران في سوريا؟ يعني سؤال مهم ومحوري وسام، أعتقد أنه هذا محور الحلقة. أنا بعتقد أنه خيارات إيران هي خيارات ضيقة، خاصة إحنا عم نتحدث عن بيئة دولية ضاغطة على الجانب الإيراني. إحنا عم نتحدث اليوم عن وجبتين من العقوبات على إيران أدت بظروف داخلية صعبة باتت تعيشها إيران، هي بحاجة إلى موازنة الضغوط الداخلية وتبني ما يسمى بسياسة الانفراج مع الخارج، لا تريد التصعيد مع الجانب الروسي، خاصة أنه من الدول الضامنة لدعني أسميه الاتفاق النووي، وهي الدول التي تعهدت بتقديم حوافز إلى الجانب الإيراني، وبالتالي عدم الانسحاب أو تقليص وجودها العسكري من خلال مدخل الأزمة السورية سوف يدخلها في علاقات صراعية مع الجانب الروسي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ربما مزيد من التصعيد ما بين روسيا وإيران معناه مزيد من كشف الغطاء عن الوجود الإيراني الذي تعاظم في سوريا ووصل وسام ما بين 70 إلى 90 ألف مقاتل ما بين ميليشيات شيعية متعددة الجنسيات أو ما يسمى
الميليشيات الشيعية ذات الأصول غير الإيرانية أو حتى الإيرانية، بالإضافة إلى قوات البازدران الحرس الثوري الإيراني. احنا عم نتحدث عن عدد كبير من هذه القوات، هذا سوف يجعلها عرضة للضربات العسكرية الإسرائيلية. وبالتالي أنا بعتقد اليوم كان هنالك حالة فرح غير مسبوقة في وسائل الإعلام الإيرانية تيمنا بالانسحاب الأمريكي المفاجئ من الأزمة السورية. ربما هذه رسالة لم تفهمها جيدا القيادة الإيرانية، هذا ليس معنى ترك الحبل على الغارب بالنسبة للإيرانيين وبناء مجال حيوي على حساب النفوذ الروسي أو حتى على حساب، دعني أسميه، موقف الدول العظمى التي لا زالت تقف موقف معارض بشدة للوجود الإيراني المتواجد في سوريا. وبالتالي أنا بعتقد أن خيارات إيران خيارات ضيقة، ليس أمامها إلا تقليص وجودها العسكري في سوريا. الأمر الثاني، سياستها القائمة على ما يسمى باستراتيجية النفس الطويل لاستنزاف القوات الروسية، وأن الروس يسيطرون على السماء وأن الإيرانيين يسيطرون على الأرض لن تأتي أكلها، خاصة أن الروس معنيين بإيجاد حل سياسي، معنيين بإيجاد مقاربة مع دول الاتحاد الأوروبي حتى تقدم مزيد من المساعدات لإعادة الإعمار في سوريا، وبالتالي الانتقال إلى ما يسمى بمرحلات الحل السياسي، ولا سوف تصبح أفغانستان أخرى بالنسبة لروسيا، هذا في حال دعني أسميه سياسة إيرانية تصعيدية تسعى من خلالها إلى استراتيجية البقاء أو استراتيجية ملء الفراغ الموجودة في سوريا حاليا. طيب استغلال هذا الأمر أقصد يعني. نعم، أتوجه الآن إلى العقيد علي نصيف، ضيفي المحلل العسكري طبعا عبر الهاتف من الريحانية. أهلا بك سيادة العقيد. الدكتور نبيل تحدث، ولا أدري إن استمعت لما تفضل به في بداية الحوار بهذا الملف، وقال بأن هذا الاستدعاء من قبل النظام للعناصر الذين يقاتلون إلى جانب الميليشيات الشيعية من أجل الانضمام إلى صفوفه والقيام بما عليهم من خدمة إلزامية في صفوف ميليشيات أسد، هل توافقه الرأي بما يتعلق بأن هذه الرسالة هي رسالة روسية بحتة وليست من نظام الأسد فقط من أجل تقليص النفوذ الإيراني في سوريا، وبالتالي هل سينجح ذلك برأيك أم لا؟ تحياتي لك أخ وسام ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة أوريان. بالتأكيد أنا أختلف مع ضيفك الكريم مع الاحترام له، لكن أنا لي وجهة نظر أخرى، هي أن النظام يعمل وفق ما تقتضيه كل مرحلة من المراحل. ففي المرحلة السابقة كان النظام بحاجة إلى كل البنادق أن تكون معه وتعمل بخدمته، وبالتالي هو سمح لهؤلاء الشبان والرجال بأن ينضموا وينتسبوا إلى الميليشيات الإيرانية وتوابعها، وخاصة أن كان هناك مغريات مالية وسلطة أيضا، البعض منهم أعطي سلطة أيضا على الأرض، وبالتالي المحصلة كانت هي خدمة النظام والقتال مع النظام، سواء كانوا مع الميليشيات الإيرانية أو في جيش النظام. المرحلة الآن أن النظام ليس بحاجة لأن تكون هذه البنادق مأجورة، وخاصة أن المعارضة انحصرت في جيب واحد أو المعارك انحصرت في جيب واحد، وبالتالي المرحلة الجديدة الآن هي كما كنتم تعملون لمصلحتي بشكل مأجور، الآن وجب عليكم أن تعملوا واجبكم وتؤدي واجبكم بالمجال للخدمة الإلزامية، وخاصة أن العقود لهؤلاء الشباب كانت مع هذه الفصائل هي بأن لا تدخل ضمن الخدمة الإلزامية، والنظام من فترة أصدر قرار مدني مرتبط بهذا الأمر، إن كل مواطن يريد أن يتقدم إلى وظيفة في الدوائر الحقوق الدولي السورية يجب أن يكون حاصل على شهادة تأدية الخدمة الإلزامية والاحتياطية، وبالتالي كل المتطوعين الآن سينتقلون إلى التجنيد السوري من أجل أيضا الخدمة الإلزامية والاحتياطية والحصول على شهادة تأدية هذه الخدمة. طيب سيادة، هذا سبب. السبب الآخر هو أنه كانت هذه البنادق مأجورة وتكلف رؤوس أموال وتكلف مصاريف مالية، الآن النظام بحاجة لهذه الأموال لأن الوضع الاقتصادي لدى النظام ولدى الإيرانيين
هو وضع سيء، وبالتالي توفير هذه الأموال أي بالمختصر المفيد كنتم تعملون لصالح مأجورين، الآن يجب أن تعملوا مجانا. طيب. هذا من ناحية. أما الناحية الأخرى بأن هي رسالة لإيران أو روسيا ترسل رسالة بأن إيران سيتقلص، لا أعتقد ذلك أخي وسام. أنا أرى بأن الارتباط بين النظام والإيرانيين هو أقوى من الارتباط بين النظام وروسيا، رغم أن الفضل لروسيا في بقاء النظام حتى الآن، ولكن العلاقة الروسية، العلاقة السورية، النظام السوري مع إيران هي أقوى بكثير، وعلاقة دينية، عقائدية، عسكرية، اقتصادية. أما علاقة مع الروس هي علاقة سياسية واقتصادية. وبالتالي أنا أرى بأن خروج النظام، خروج إيران من سوريا هو يعني بداية سقوط النظام، لذلك النظام لن يتخلى عن إيران، ولا هناك ضغوط دولية حقيقية. اليوم سمعنا، البارحة سمعنا ترامب الرئيس الأمريكي يقول بأن القوات الأمريكية ستنسحب خلال 100 يوم، وبالتالي ستترك الساحة، لمن هذا يصب في كل المجالات وفي كل الأحوال. طيب. مهما كانت ظروف سيصب في مصلحة الإيرانيين والروس والنظام. شكرا جزيلا لك سيادة العقيد علي نصيف المحلل العسكري ضيفي عبر الهاتف، كنت معنا من الريحانية. شكر موصول للدكتور نبيل العتوم الخبير بالشأن الإيراني، كان ضيفي من عمان. وأيضا شكرا جزيلا للسيد نورس العرفي الكاتب الصحفي، كان ضيفي طول هذه الحلقة من اسطنبول. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام. الشكر موصول لكم مشاهدينا، أشكركم على طيب المتابعة. في أمان الله، إلى اللقاء.